السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن أكبر تعديل حصل في ريفيت 2024 اللي هو التوب سوليد. التوب سوليد زمان كان الشكل بتاعه الترسم سايد بأسلوب بدائي شوية، لكن هنا بدأ تحسين. طيب كريت فروم امبورت، ودي محصلش تعديل نفس اللي احنا قلناه قبل كده. لا إما كاد 3D تديله الملف وهو يبدأ يفهم الطبوغرافية بتاعتها، أو تقول له لأ ده أنا عايزها أشوفها من ملف CSV، ده ملف اكسل أو تكست بيبقى مكتوب فيه كل نقطة رقمها، الاكس بتاعها كام، الواي كام، الزد كام. طيب خلينا بقى نشوف التوب سوليد الجديد. هنا بقى اول حاجة بنشوفها ان هو زرار واحد، مبقاش اكتر من زرار زي زمان. في بقى شوية امكانيات حلوة، في ان انت مثلا عايز تقول له انا عايز ارسم مثلا ريكتانجل، عايز ارسم ارك، كأنك بترسم فلور بالظبط. زمان كان يقول لك لا هي تبدا انت تحدد كل نقطه وتحطها، وما كانش الموضوع بيبقى مظبوط خالص. يعني رسمنا شكل اهو وقلنا له اوكي. طيب ايه الجميل بقى، برضو ممكن تقول له ايديت سكتش وتعدل في السكتش تاني، ترسمه تاني، او تقول له لا ده انا عايز اعمل شويه تعديلات. خلينا نيجي كده ماشي، تقدر تشيل وتحط زي ما انت عايز، تقدر تعمل اسلوب، تحدد اسلوب كانه فلور، بس هو بقى الفكره ان هو اسمه توب سوليد. تقدر تحط بوينت. طيب قبل ما احط البوينت لازم احدد الارتفاع بتاعها، ممكن تحطها كده مثلا، وبعد ما تحطها تعمل سيلكت على البوينت وتقول له طلع لي النقطه دي، وتعمل سيلكت دي وتبدا تنزل بيها شويه. تمام، فدي من ضمن المزايا اللي سهلت جدا الشغل. تمام، شايف الشغل عامل ازاي؟ احسن بكتير من اللي احنا اتعودنا عليه. طيب خلينا نعمل سيلكت تاني ونقول له احنا عايزين، ممكن تضيف سبيريت لاين، ممكن تضيف بيكسب بورد. لو انت عندك اي بيم تقدر انت تاخد تخليه يمشي مع البيم، دي نفس الخاصيه اللي كانت موجوده في الفلور. طيب مش عاجبك كل ده تقول له ريسيت وتبدا ترجع زي ما كانت. طيب بتلاقي عندي خاصية اسمها سب ديفايد، في جزء معين انت عايز تحدده ويعمل حاجة تانية، مثلا هيبقى ده طريق مثلا ياخد ماتيريال مختلف. تمام، فتقول له مثلا من هنا لهنا. ومن هنا لهنا. دي الشكل دوت. طيب تعال نشوف الرسالة. لا must be closed loop. طيب مفيش مشكلة. طيب خلينا نعمل نقفلها. زي ما بقول لكم نفس فكرة الفلور. تمام، دي بقى تاخد ماتيريال مختلف وتبقى شغالة زي الفل، ولا يعني خلاص بقت دي منفصلة عن الشكل كله. فدي تقدر ان انت تخصصها باي حاجه انت عايزها، حتى ممكن تديها ماتيريال مختلف لو انت عايز. تمام، خلينا نديها ماتيريال مختلف. مثلا اهوت اي حاجه. تمام، وهتيجي هنا هتلاقي التكستشر دي نازله جديده. تمام، تبدا تجرب. طيب كده بدانا اهو نطلع الشكل بتاعنا باقل جهد ممكن. طيب خلينا نعمل سيلكت كده عليه اهو. طيب عايز انا بقى اعمل جزء معايا هنا زي باب مثلا، هنبدا نبني بتاع. طيب خلينا نجرب كده، هو موجود في ليفل 1. هقول له ان انا عايز ارسم وول. الفكره كلها اي حاجه ترسمها هيبدا تقدر ان انت تطرحها منها ويبقى ايه ده الشكل بتاعك. خلينا نقول له اركتكتشر وول، انا ارسم على ليفل 1 واقول له ماشي، هو ما حسش بيه ولا حاجه خالص. نعمل ايه بقى، نروح موديفاي ونقول له قط، ونعلم على الشكل الكبير ونقول له اطرح الشكل الصغير ده. طرح ولا مطرحش بسيطة، تعالى على الول واخفيها مؤقتا اتش اتش، هتلاقي ان هو فعلا طرح مين الشغل بتاعه. طيب لو انا عايز
اعمل حاجة تانية بقى، عايز اطرح المبنى كله بسيطة برضه. خلينا نعمل المبنى كده سريعا، غرفة مثلا اهي ريكتانجل، طيب بعد كده برضو محسش، فهقول له كومبوننت واقول له انا عايز اعمل موديلين بليس، واختار ايه طوب سوليد او طوبوغرافي اهو اوكي، واقول له ان انا عايز اعمل فويد اكستروشن. غالبا هتحتاج اكستروشن بس يعني نادر، الا لو مثلا في حمام سباحة او حاجة سبيشيال كده، تمام. ممكن تعملها ريكتانجل او تقول له حدد لي الحوايط، مش اي مشكلة. وده زوده 0 يبقى 2 متر ونص، اقول له اوكي وتعالى كده نلف. نتأكد من الارتفاع، ممكن اعمل ايه بقى، ممكن اقول له انا عايز اعمل قط الشكل ده مع الفويد اللي احنا عملناه، يبدأ يطرح ويبدأ يظهر معايا بالشكل ده. ودي اهم الحاجات اللي في التوبي سوليد. ان شاء الله احنا بنعمل شغل ومشاريع وكده زي ما تعودنا بين قريبها، هناخد الأمر ده تاني معانا في الشغل بتاعنا. السلام عليكم.